فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يقصد نهرا جاريا عند قبر ولي فلاني لأجل بركته، وذلك لطلب الشفاء من أمراض معينة، فما حكم هذا الفعل علما يقول بأن هذا يقولون مجرب؟ هذا ما يجوز، هذا تبرك بالميت. تقولون بركة هذا النهر بسبب بركة الميت، هذا تبرك بالميت وهذا شرك، لا يجوز. وكونه يقولون مجرب هذا لا يدل على الجواز، لأنه قد تقضى حاجة الإنسان ولو كان عمله غير صحيح ابتلاء له واستدراجا له. نعم، كما سبق لكم هذا، إن قضاء الحاجات ما هو بدليل على جواز الفعل. نعم.